Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous allons recevoir un autre groupe qui va venir nous offrir un sketch. Le groupe se nomme Al Yasmin. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? جنوب شمال هو تي هو ياتي ياتي ما أرواج أسمه من عارفة ده ولدي الجنوبي ده أنا بس شات أب بناكو أفهم الكلام ده عادي أنت هناك في الجنوب يا علي البهينة في السبع كم مش هناك ما بتخلو ما بتستفق أنا بس أبوك يا أماتك بس بيكو شكشك وجدك كمان تماي الكلام ده اسمه عادي أيه تماي الواي ده تماي ده جدك عويلي أنا وقلت يا علي هي المنقسمين جاي بس ما بتستفقوا ده مالا يا ايها علي وما زي لكل ما فيدي عرفوها من اول ما تهاجي من شبابا سوقتوا اسوقتوا يا علي هو انا ابوكو سبحان الله اكرم فنسي يا جماعة شيل صبر يا خلاص بتاني عم تفكك حسنك الله والنبي خلاص سكت انا كم ابوكو ده والله الفكك حسن ما مسامي ليا انا ده بس كلامي خلاص هي خلاص يا ولدي سكت سمع اسكت انا افهماني يا ولدي ما تبكي انا كنت انا بس ولدتك انتوا كل انا بس ولدتكم اي كل صابس شفتوا هسه اللي بجيب المشاكل كله ما قلتوا من الكبارات انا كان في المينستر بقول الوزاره انا النازل بخدم الحكومه كم مره اقول وقت بمشي بسلو ده عندنا فجم سيك بقعد في السياسه وهيتهم في كار شجره الدور كله وهيتهم كان في الكل قال انا يا الفاتن قاعدين وهيتهم يا الجنوبين قاعدين وهيتهم ما بلوم بيستفقوا بمشي للقافة تجي ما تجي علي قدام استفقوا يا ايالي نستفقوا انا بس ابوكو ولا قدام ده ولا نسمى الدواس قلتوا هنا يا ايالي قاعدين في السبع على النول يقول النول بفلانسي كل بهناك ده كان نادي مشرق الشمبة تراب ده هناك هو قلتوا الجنوبين ما تجي هنا وقلتوا الجنوب كل كان مشي لكم هناك ده فكر يا ايالي اسمو كلامي ما تبكي ابا ما تبكي ما تبكي أبا. اول ما انا اعرف اسئله ابا انا الاول اقول ما في منا ابا كلنا سوا ما في منا كلنا سوا ما في منا ما تبكي هسه قريب ده ما عنده مشكله ما عنده مشكله صبر خلاص اقوف قبل اقوف علنكم خلوا يا حجي ابا علنكم خليني اجي خليني كلام ابا خليتك ابا خليتك انت من دور يجيك يا بنتي خليتك هسه في قالت انا ما اجي كل قريب ده عيالي ماتوا انا جد بس ابوهم ابا انا اول ما فهمنا هسه في كل ذي بكتي كدر كل وين انا ما نعرفه ابا خلاص ابا ما تركي المساومه ابا ما تخبي امشي اي وقت تدور ابا سامينا خلاص ما انت مشكله كلنا صعبه كلنا نفس الوقت كلنا ابا ثاني ابا كانك ساكت انا ما نعرفه ابا سامينا بس سامينا ابا خلاص امشي انجم خلاص وادين ببرك بهنا ما نعرف اقوف الله لك ادوني قدم يا بنتي الله يهديك يا بنتي قدمك جاب ما نودنا سماكي انت بس السبب
ما مدر كلامك يا بنتي، خليني من هجي قلبي نهجي هجي. هسه قاعدين مشاكل القاعدين بيني ندور وقنقوش سوا، اي وقت في الراديو بهجو قال فيفي انشامبي فيفي انشامبي نقوش سوا، كان في تشيلي كل بهجو فوق. هسه قاعدين قال انا الرئيس ما بده دور يسوي مشاكل بيني، الرئيس قال لي يا خطا وانا تشاد بس ابو انا بس ولدت لي ما مكاك القاعد ده انا بس ولدت انا بس اتشاد. كان وقت قال لي شالوا وشيلا نازل بدور البكان كله قال لك انت بلقو ما تسوي لنا المشاكل. اقول له ابا خلاص بس ما تبكينا انا نزلت خلاص شيلا صبر خلاص ابا امشي عن جنب داخل ابا لا لا ابا امشي عن جنب شيلا سخاني شيلا سخاني شيلا لك ابا سمي فضل ابا بابا انا ما فكرنا بس